السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. سيدة المتسلقات الجهنمية واسمها العلمي البوجنفيلا. حقيقي لو أي حد طلب رأيي في شجرة تكون جميلة وقوية ومتحملة لمعظم الظروف لزراعتها في بيته، وهو كان بعيد كل البعد عن الزراعة بمعنى أنه ما فيش عنده خبرة زراعية نهائيا، بالتأكيد هنصحه بزراعة شجرة الجهنمية بلا تردد، ويفضل زراعتها في مكان مشمس طول الوقت وتربة جيدة الصرف، وده لتحفيز جذورها على النمو بشكل جيد وزيادة نسبة الإزهار بكثافة. الجهنمية شجرة تعجز عن وصف جمالها، تزرعها بمفردها تبدع بروعتها، تدمجها مع بعضها بألوان زهورها المختلفة تبهرك بجمالها، فسبحان الخالق المبدع. ازرعها في حديقة بيتك سواء كسياج أو كشجيرة قائمة أو كشجيرة متسلقة على الجدار لتتكئ بجمالها عليه، واستمتع حضرتك بكامل وقتك مع زهور الجهنمية. دمتم بود، في أمان الله.